السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما العاده نهار جديد مع فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا هنايا كاينين بيجامات في الالوان وفي الاشكال، كاينين بيجامات كاينين بينوارات بحال هذا الشكل واشكال اخرى. اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره دائما ديال الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه والمميزه اللي كاينه في البيجامات. كاينين بيجامات مبرة، كاينين بيجامات محفرين، كاينين بيجامات كانيش. اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره دائما ديال الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم جميعا. انتما كتشوفوا معايا كاينين بيجامات دو بياس، 3 بياس، 4 بياس، كاينين بيجامات طوال بالبينوار. اللي بغى شي حاجه مرحبا، وما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وضغطوا على زر الجرس واللايكات، لايكات فضلا وليس أمرا، باش تشجعوني دائما إن شاء الله نجيب لكم الجديد والحصري. أنتم كاينين بيجامات طوالين في الألوان وفي الأشكال، لأن كل سيدة والملابس اللي كترتاح فيهم أو لا البيجامات اللي كترتاح فيهم. هنا كاين تشكيلة رائعة في جميع البيجامات، يعني بيجامات رائعه، كاينين صيفيه وكاينين ملابس سخانين ديال هذا الفصل هذا، وكاينين انتم كتشوفوا الجو يعني سخن، يعني بحال فصل الشتاء، عفوا بحال فصل الصيف، يعني الجو سخن. هنا كاين بيجامات اللي هما خفافين ديال الصهد، وكاينين بيجامات اللي هما ديال فصل الشتاء. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه والمميزه. واللي بغى يستفسر على اي حاجه لا بالنسبه للثمن، الالوان، الاشكال، القياسات اللي بغيتوها مرحبا. نمره الاخ اللي هي دائما كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي عندي هنايا في الفيديو. واللي بغى شي حاجه مرحبا، كاينين فيديوهات اللي حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان، يعني تشكيلات رائعه لا بالنسبه للبيجامات ولا الملابس الاخرى في الجلالب ولا في القفاطن، المهم الملابس بصفه عامه. يعني الفيديوهات اللي حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان رائعه. بالنسبه للثمن، ثمن مناسب. بالنسبه للنمره، النمره دائما هي ديال الاخ اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم. كاينين بيجامات طوال بحال هذا الشكل هذا واشكال اخرى، يعني موديلات ما شاء الله، بيجامات مريحين، كيجيو مريحين حتى في اللبسه. انتما كتشوفوا معايا بيجامات يعني في الالوان وفي الاشكال، موديلات رائعه. من حتىش نقول لكم، يعني هانتوما كلشي كتشوفوه هنايا في الفيديو على القناه، يعني اشكال والوان ما شاء الله، يعني كاينين سخانين وكاينين اللي هما يعني مبردين، لان انتوما كتشوفوا الجو الله يرحمنا بالشتاء، يعني الجو سخن. وهنا كاين تشكيله رائعه في جميع البيجامات، لا في السخانين ولا في المبردين، موديلات انيقه ورائعه. يعني تشكيلات رائعة انتم كتشوفوا معايا هنايا، وكيجيو مريحين حتى في اللبسة، كيجيو رائعين.
دائما الجديد والحصري على قناة شريف السمر تي في، ومرحبا بكم. انتم كتشوفوا معايا بيجامات ما شاء الله، يعني في الالوان وفي الاشكال. انتما كتشوفوا معايا هنايا تشكيله رائعه في البيجامات، لا بيجامات طوال ولا دو بياس، 3 بياس 4 بياس، يعني موديلات ما شاء الله، موديلات كلها رائعه. انتما كتشوفوا معايا بيجامات طوال كاينين في الالوان وفي الاشكال، اللي بغى شي حاجه مرحبا. النمره دائما كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف. بالنسبه للثمن، ثمن جد رائع ومناسب. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه. وما تنسوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم الاصدقاء ديالكم. اللي بغى شي حاجه كادو ولا اي حاجه مرحبا، دائما النمره كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجة حطيتها عندي في القناة توصل عندكم انتم الاولين. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان. للاستفسار دائما كنخلي لكم النمرة ديال الاخ في صندوق الوصف وعلى القناة، ومرحبا بالجميع. يعني موديلات ما شاء الله، كاين بيجامات بحال هذا الشكل هذا، يعني خفافين كل وحده وذوقها والاذواق كتختلف من سيده لسيده، وهنا كاين جميع الاختلافات. وفي البيجامات موديلات ما شاء الله، يعني بحال هذا الشكل هذا، كاين 2 XL 3 XL 4 XL.
يعني بيجامات روعة. وهذا الشكل كذلك حتى هو موديل رائع. يعني هنا كاين تشكيلات رائعه في البيجامات، وكيبقى عاوتاني يدوقكم نتوما لان كل سيده والملابس او البيجامات اللي كترتاح فيهم. وهنا كاين تشكيله رائعه في جميع البيجامات، يعني تشكيله ما شاء الله في جميع الأذواق. كاين هاد البيجامات حتى هما خفافين كما كتشوفوا معايا هنايا، حتى هما كيجيو زوينين في اللبسة. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وضغطوا على زر الجرس واللايكات، لايكات فضلا وليس امرا، باش تشجعوني دائما ان شاء الله نجيب لكم الجديد والحصري على قناتي. واللي بغى شي حاجة مرحبا، للاستفسار دائما كنخلي لكم النمرة ديال الاخ في صندوق الوصف وعلى القناة، ومرحبا بكم. اجمل موديلات انتم كتشوفوا معايا هنايا، ما تنساوش تبارطاجيو في الواتساب الانستغرام تويتر في جميع المواقع. ودائما نمرة الاخ كما كنقول لكم، دائما نمرة الاخ هي اللي كنخليها لكم في على القناة، عفوا على القناة وفي صندوق الوصف. بالنسبة للثمن يعني الثمن مناسب. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو، تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه. انتما كتشوفوا معايا موديل رائع في هذا اللون هذا في الكرونه او في الاحمر غلق، موديل ما شاء الله تخوا بياس بالبينوار، بينوار بالحزام، موديل انيق ورائع.
كاينين هاد الكسيوات كيجيو هكا قصار بالنسبة للمنزل، كيجيو رائعين، كاينين في الألوان، موديلات رائعة، كاينين في لونوار، في البلو، في هاد الغوز، كاينين في لوغوج، يعني ما شاء الله. بقاو معايا حتى لآخر فيديو تشوفوا الألوان والأشكال الرائعة، موديلات جميلة جدا. شوفوا كتشوفوا البلو، البلو حتى هو ما شاء الله، البلو كيحمق، الوان ما شاء الله، الوان رائعه. كاين هاد البيجامه هادي حتى هي فيها جميع الالوان، الالوان ديالها حتى هي ما شاء الله، الوان رائعه. انتما كتشوفوا معايا الالوان، واللي بغى يستفسر على اي حاجه دائما نمره الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه، وكنخليها لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يسول على شي حاجه، لا بالنسبه للثمن، الالوان، الاشكال، المقاسات، يعني اي حاجه بغيتوها مرحبا. دائما نمره الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وكنخليها لكم في صندوق الوصف. اللي بغى شي حاجه يتصل ومرحبا بكم. انتما كتشوفوا معايا بيجاما ما شاء الله، بيجاما رائعه. ودائما ما نساوش الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودابا غادي نخليكم فرحة الله مع تتمة الفيديو وفيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.